النهارده كولر بيعادل رقم موسيماني مع الأهلي قبل قمة ريال مدريد. مارسيل كولر يصل إلى مباراته رقم 22 دون هزيمة مع الأهلي، ليعادل رقم موسيماني مع القلعة الحمراء الذي انتهت سلسلته بلا هزيمة مع الأحمر على يد بايرن ميونخ في كأس العالم للأندية. قعد 22 مباراة موسيماني بلا هزيمة، وأول هزيمة كانت أمام بايرن ميونخ 2-0 في الدوحة في كأس العالم للأندية، المباراة اللي كنت حاضرها من الملعب. والنهارده موسيماني 22 رقم قياسي، كولر النهارده وصل لنفس الرقم 22 مباراة. بس ريال مدريد هيلاعب كولر، يا ترى كولر هيدخل التاريخ ويعمل 23 مباراة بلا هزيمة ويكسر رقم موسيماني، أم ريال مدريد يحقق ما حققه بايرن ميونخ ويوقف سلسلة الإعجاز اللي عملها كولر مع النادي الأهلي؟ يعني دي إحصائية مهمة جدا وعجبتني جدا ورائعة جدا. أهو كولر يعادل رقم موسيماني بفوز النهاردة على بطل أمريكا الشمالية، 22 مباراة بلا هزيمة، وموسيماني قعد 22 مباراة بلا هزيمة. أول هزيمة لموسيماني كانت في كأس العالم للأندية من بايرن ميونخ. وكولر ينتظر ريال مدريد، يا ترى هيحقق 23 مباراة بلا هزيمة ولا ريال مدريد هيوقف عند الرقم 22 ويظل متساوي مع موسيماني؟ سؤال هايل وإحصائية حلوة جدا جدا جدا. وعشان كده كولر قاليها للإعلام العالمي في تصريحات لسه جاية لنا دلوقتي، ريال مدريد فريق كبير والفوز عليه شيء صعب، ولكن سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق ذلك. وقال جملة عجبتني، نفس جملة سيد عبد الحفيظ، دلوقتي لسه للتو جاية لي هذه التصريحات. ريال مدريد فريق صعب وعظيم وليس من السهولة الفوز عليه، ولكن سنبذل قصارى جهدنا من أجل أن نحقق الانتصار عليه. فخلي بالك من حاجات كتيرة جدا بيقولها كولر، عجباني جدا، راجل متزن وراجل محترم. هنشوف يا ترى ريال مدريد يوقف مسيرة كولر ولا تتواصل مسيرة كولر، ومش تتواصل بس، التاريخ ينتظره لو فاز على ريال مدريد. ربنا يكرمه. تعامله مع مباراة بطل أمريكا الشمالية النهاردة كان رائع جدا في الشوط الثاني، وربنا يكرمه ويكون موفق أمام ريال مدريد. كمان من الأخبار اللي جات لي من المغرب إن علي معلول ومحمود متولي خضع لكشف المنشطات. خضع لكشف المنشطات بعد مباراة الأهلي وبطل أمريكا الشمالية. يعني اللجنة المنظمة اختارت علي معلول ومحمود متولي عكان يخضعوا لكشف المنشطات. وبالمناسبة عشان أنا سألت في موضوع كشف المنشطات ده، يعني في كأس العالم للأندية علي معلول ومحمود متولي اتخذت منهم العينة، تظهر إمتى؟ قال لك بعد 21 يوم. يعني بقول لهم يعني مش على طول، قال لك لا، لا كأس العالم للأندية ولا أي مكان، أي مكان في العالم المنشطات لا تخضع للدول المحلية وإنما تخضع لإدارتها المركزية، والعينة تظهر بعد 21 يوم ولا يخطر بها النادي ولا أحد يعرفها إلا من خلال الاتحاد بتاعه. فعلي معلول ومحمود متولي خضع لكشف المنشطات. عمرو السولية كان ليه تصريحات مهمة جدا عجبتني ولازم أقف قدامها. عمرو السولية بعد المباراة قال جميع اللاعبين قدموا مجهودا كبيرا اليوم، وأشكر الجهاز الفني لأننا واجهنا فريقا قويا واحترمناه وكنا على قد المسؤولية. سألوه عن ريال مدريد، قال لك سنواجه بطل أوروبا وبطل العالم ومباراة لن تكون سهلة لأن ريال مدريد بالتأكيد هو الأقوى. سوف نجهز للمباراة، قالوا له هتتعاملوا معاها ازاي؟ كل الصحافة العالمية دلوقتي بتتكلم على لعيبة الأهلي.
هتتعاملوا ازاي مع مباراه ريال مدريد يا كابتن عمرو السوليه؟ قال لك سوف نجهز للمباراه بشكل قوي ونثق في انفسنا، وهدفنا في النسخه الحاليه الوصول لابعد نقطه والوصول الى الميداليه الذهبيه، ولكن اذا وصلنا للبرونزيه سيكون شيء رائع، لن نكون هزانا لو حققناه، ولكن علينا ان نجتهد جدا امام ريال مدريد وان نلعب على الكاس. نحتفل بالفوز لساعات، ده اسلوبنا في الاهلي، وننسى مباشره حتى نواصل من اجل تحقيق الافضل. دي السياسه ودي ثقافه الاهلي، دي السياسه ودي ثقافه الاهلي. كل لاعب في الاهلي مش عمرو السوليه بس بيحقق انجاز تاريخي. عجبني جدا كلام عمرو السوليه وبأثني عليه، وتاخده نموذج، لان كل اللعيبه بتفكر بنفس الفكر، كل اللعيبه بتفكر بنفس المفهوم، كل اللعيبه بتفكر بنفس الحاله، وده شيء مخليني مبسوط. انا مش عارف ليه متفائل جدا بالنسخه دي مع النادي الاهلي، لانه الاهلي اتهرب كتير في مصر وتقلل منه كتير، وازاي وصيف يروح، وازاي مش عارف ايه ما يروحش، واوكلاند مش عارف ايه. عمرو السوليه بيرد باحترام، عمرو السوليه بيرد باحترام، كلام رائع احييك عليه يا عمرو السوليه، والله العظيم كلام رائع. انا خلي بالكم، بص اصحابي من المغرب بيبعتوا لي وانا معاكم على الهوا، بيتفرجوا عليا وناس كتير بتبعت لي، يعني لسه تصريحات عمرو السوليه دي للتو. وانا بتكلم كمان عن عمرو السوليه، اتكلم على شنو الكابتن محمد الشناوي. محمد الشناوي دخل التاريخ، والله العظيم لا لازم اعرض صورته، لانه النهارده عمل القفزه بتاعته. بص الشناوي دخل التاريخ، الشناوي دخل التاريخ، شنو العظيم دخل التاريخ في كاس العالم للانديه. النهارده ماركه الاسبانيه بتقول ان محمد الشناوي حقق رقم تاريخي ورقم قياسي جديد، وحافظ على نظام شباكه في كاس العالم للانديه بالتساوي مع نوير العظيم. خمس مباريات باربعه كلين شيت ب 21 تصدي متساويا مع نوير. شوفوا الاهلي فين؟ شايف الماركه الاسبانيه عامله مقارنه ما بين نوير والشناوي؟ شوفوا الاهلي فين؟ وسيبكم من الراغي يا اهلاويه، وركز في ناديك واحتفل بافراحك مع لعيبتك. شوف الاهلي فين؟ محمد الشناوي اصبح اكثر حارس حفاظا على نظافه شباكه متساويا مع نوير. خمس مباريات باربعه كلين شيت ب 21 تصدي. ب 21 تصدي. برافو يا شنو، صديقي العزيز محمد الشناوي الرائع. برافو برافو برافو. طبعا كل الناس بتسأل هو كهربا اتكلم بعد المباراة؟ اخدكم لكهربا عشان افتح لكم شوية تليفونات. كهربا اتكلم بعد المباراة؟ اتكلم بعد المباراة يا عم. اهو الصحافة المغربية نقلة تصريحات عن كهربا، بيقول الحمد لله حققنا فوزا تاريخيا امام سياتل الامريكي بطل امريكا الشمالية. اشكر زملائي في الفريق والجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر، واشكر جمهور الاهلي الذي جاء لمساندة الفريق، وكل المغاربة اللي معانا وبيسندونا في كل مباراة. أتمنى وأحلم بالفوز في مبارياتنا أمام ريال مدريد رغم أنها صعبة للغاية، ولكن كرة القدم لا تعرف المستحيل، ونثق في أنفسنا. وطبعا للمقربين لي قال لهم حلم حياتي أجيب هدف في ريال مدريد. كهربا بيحلم أنه يجيب هدف في ريال مدريد، كهربا بيحلم أنه يجيب هدف في ريال مدريد. تخيلوا يا رجالة، كهربا بيحلم انه يجيب هدف في ريال مدريد.
يا ترى ممكن ده يتحقق؟ أهو كهربا يحلم بإحراز هدف في ريال مدريد. قال لك فوز تاريخي على بطل أمريكا الشمالية وصعدنا للدور قبل النهائي وعن قبل فريق صعب إن لم يكن مستحيل، ولكن مفيش حاجة مستحيل في الكورة، هنبذل قصارى جهدنا وبنحلم بالفوز والذهاب إلى المباراة النهائية واللعب على الكاس. وبعض المقربين ليه قال لك إيه؟ بيحلم إنه يجيب هدف في ريال مدريد. يا لهوي لو كهربا جاب جول في ريال مدريد، يا لهوي يا لهوي يا لهوي يا لهوي على اللي بيحصل. يا لهوي تعال نقعد نغني زي شريهان زمان في الفوازير، يقول لك شفت اللي حصل؟ ده حصل وحصل 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 وكهربا واصل. كهربا واصل ما وصلش لسه. عمك بقى الحاج محمد قفشه بعت له رساله بس لسه ما ردش عليا. اول ما يوصل الفندق ويريح اكيد هيرد. حبيبي قفشه الغالي، قلت له مبروك وان شاء الله باذن الله تحقق شيء امام ريال مدريد انت والنادي الاهلي. عمك محمد مجدي قفشه ما جابش جون عادي، ده جاب جون تاريخي. اولا الدقيقه 87 ضرب موعدا جديدا مع القاضيه، قفشه يقرر القاضيه ممكن ولكن في كاس العالم للانديه. عارف الهدف اللي جابه قفشه ده يا صاحبي عمليه؟ عارف الهدف ده عمليه؟ خلى الاهلي اول نادي افريقي يتاهل لنصف نهائي كاس العالم في التاريخ للعام الثالث على التوالي. ده مش هدف عادي، ده هدف ارقام قياسيه. يعني قفشه خد الاهلي لتحقيق رقم قياسي وانجاز عالمي، ويصبح الاهلي بهدف محمد مجدي قفشه هو اول فريق في القاره الافريقيه يصل الى الدور قبل النهائي لثلاث مرات متتاليه في التاريخ. اهداف من ذهب، هدف في الزمالك قاضيه ببطوله افريقيا، وهدف في كاس العالم للانديه قاضيه، يخلي الاهلي الوحيد افريقيا اللي يصل للدور قبل النهائي لثالث مره على التوالي. وكمان الصوره التاريخيه دي كانت مع قفشه وياسر وربيعه وايمن اشرف بعد ما خد جايزه احسن لاعب في المباراه. يعني قفشه كمان مع هذا الهدف التاريخي والقضيه ممكن افضل لاعب في مباراه الاهلي وبطل امريكا الشماليه. ودي صوره خدها بعد ما خلصت المباراه وهو احسن لاعب في المباراه. أول تصريح لقفشة، أول تصريح لقفشة بنفرج معاكم بيه، أهدى الفوز لأمه وأهله وأسرته والجمهور الأهلي العظيم، وقال سنحارب من أجل مواصلة الفرحة، والأهلي قادر على تحقيق الصعب وكسر المستحيل. محمد مجدي قفشة بر بأهله وبيحب الأهلي وجمهور الأهلي جداً، ودايما مع كل فرحه ما بينساهمش. تحيه لقفشه ومليون مبروك هذا الهدف التاريخي يا نجم النجوم، وربنا يدينك على قد ضميرك الابيض واللي بتعمله من خير، وان شاء الله هيكرمك. انا سعيد جدا لمحمد مجدي قفشه. سعيد جدا 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 فوق ما تتخيلوا. سعيد جدا 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 فوق ما تتخيلوا.